أنا اليوم موجود باش نشارك في احتفال ليلة وفاء واحتفاء بسيدة من سيدات المسرح والدراما المغربية لفاطمة الركراكي. سيدة قدمت الكثير للمسرح والثقافة والهوية المغربية وللهجة المغربية. هي تحتاج اليوم لواحد المؤازرة معنوية أكثر منها مادية. والفنانين لبوا الميعاد، كانوا في الموعد، وأنا متأكد أن كل الفنانين المغاربة كانوا كنت طلبوا منهم غادي يجيو وباش نعطيو رسالة للعالم بأننا أسرة واحدة. أنا طلبت أن أبتدئ الحفل وأتمنى أن تكون البداية في مستوى هذه السيدة الجميلة. شوف كل شيء فيه الغت والسمين، حتى في الوقت اللي ما تنقولوا كانت الموسيقى العصر الذهبي ما كانش عصر ذهبي، كان فيه الغت والسمين، كان كثير من الغت قليل من السمين. دابا حنا كل ما اللي داز كله، اليوم أيضا هناك الغت وهناك السمين. على مستوى البنية مزيانين، تيغنيو مزيان، تيسجلوا مزيان، تيصوروا مزيان. المستوى الألحان والكلمات أتمنى أنهم يهتموا أكثر بالهوية المغربية. ولكن ما شاء الله حقوا واحد النجومية كبيرة، ولكن كما قلت لك توما فيهم الغت والسمين، ما نقدرش نجمعهم في خانة واحدة. لا مدرسة كلمة كبيرة، ما تقولهاش مدرسة كلمة كبيرة. لما ندير 50-60 عام في الفن نقدر نبني، درت واحد اللون ديالي صحيح، مدرسة مازال كلمة كبيرة. مجموعة الأعمال دائما في الطبع الإنساني، وحدها تتغنى بالمغرب والديانات الثلاث اللي فيه، وحدها تتغنى ثنائي أنا واحد الشاب مصاب بالتوحد، وحدها قصة غرام بين مغربي وجزائري وفارقة بيناتهم الحدود. سجلت أغنية على السويرة وعلى طنجة ما تصوروش، واحد مجموعة الأعمال.